يا جماعه عاملين ايه؟ انا دلوقتي بصور فيديو لكول اوف ديوتي انفينيت وورفير لان في دي ال سي رقم 2 نزل اللي هو كونتينيوم تقريبا، وهنشوف دلوقتي المالتي بلاير مابس بتاعت اللعبه الجديده، هم 4 وهنحاول ان احنا نعمل زي ما عملنا في الدي ال سي الاولاني ان احنا نجيبهم كلهم ورا بعض. اول ماب هنلعب فيها اسمها توريستا او هي توريستا اي ثينك. ماشي، خلينا نشوف بقى هتبقى عامله ازاي. شكلها فيوتشرستك جدا، شكلها تحفه بصراحه من الصوره يعني. ماب شكلها كبيرة يعني، هي مش صغيرة خالص، ودي حاجة حلوة لأن الدي ال سي الأولاني كان تقريبا يعني أنا كنت عايزة أخد السلاح وفي نفس الوقت علقت يعني مش عارفة أعمل إيه. السلاح ده لطيف، حلو قوي. إيه ده؟ الله عجبني. حلو قوي الكلام ده بجد. هيموت راجل، مات. ايه كنت هجيب تريبل كيل دلوقتي حالا يعني بجد. ووو انا عجباني الماب، حاسه ان هي فيها حتت كتير قوي ممكن تقف فيها تاخد بوزيشنز انت ويور يعني انت واصحابك وكده، فدي حاجه انا عجباني، بس في نفس الوقت ممكن ناس كتير قوي تيجي من وراك فجاه. الله على الايم، ما بتجنن يا جدعان. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو جابني ازاي؟ ازاي عمل كده؟ معاه ايه ده؟ اللعبة دي الماب دي بصراحة تنفع جدا، تنفع جدا للسنايبرز، عشان كده انا شايفة في ناس كتير بتلعب بسنايبر. الله عليا، بس انا عندهم في البيز ودي حاجه مش عاجباني يعني، انا برضو قاعده مش بلعب جاست خالص. او ماي جاد، السلاح ده يجنن. اي رانكت اب ليفل 6. طيب احنا وي لوست للاسف، بس الماب عجباني جدا، واللي عجبني اكتر السلاح العجيب ده VPR ده سلاح يعني انصح بيه جدا يعني، اللي هو سو اوفر باورد. انا شايفه انها اوفر باورد بزياده، باين عليها ان هي يعني قد كده. خلينا نشوفها بسرعه. لا ايه ده، دي كبيره، دي كلها اندور. طب ازاي سكور ستريكس هتشتغل؟ مش عجباني خالص يعني، انا حاسه ان هي واحنا عشان بنلعب فرونت لاين ف مش عارفه اخد نفس تقريبا. ايه ده، هي الملي مش ملي، مش بضربه واحده. مين تاني؟ ها مين تاني عايز الواحد يتعصب بقى؟ عامة الماب دي فاشلة قوي في السكور ستريكس يعني، اللي هو الناس كلها هتعمل فين؟ ما هو الحرب كلها جوه دي. يا ابني ايه، هرب ازاي ده؟ سلاحي ده قذر. enemy warding. طب خدوا انا الوردن بتاعتي. اوكي انا ما ينفعش. وبعدين يعني enemy scorchers take cover. Oh.
ياي اي رانكت اب. اه اي رانكت اب السلاح، يعني انا عماله رانك اب في السلاح واصلا مش مفتوح عندي، يعني بجد حرام. اقتلوه بسرعه. الحمد لله قتل اللي كان الله 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 على التيم ميتس بجد. انا بحبش الحته دي، الحته دي بجد مفتوحه على بعضها كده ومش حلوه. يس بحب جدا لما اقتل حد بسي 4 يستاهل كده. حرام والله ان احنا خسرنا، انا مش عارفه احنا خسرنا ازاي، كنا بنموت بسرعه في الاخر، عملنا لهم فيد للبوينتس بس حصل خير. المهم ان احنا شفنا الماب الثانيه وهي فعلا يعني ارت ميوزيم لطيف جدا. دخلنا ماتش في الماب بتاعت اكسس تقريبا او اكسس مش عارفه، ودي الماب الثالثه كده في الدي ال سي الثاني، ودي اول ماب تبقى بالليل. ف انا دخلت في نص الماتش فهم خلاص يعني سخنوا. ماشي دي تقريبا هتبقى اصغر ماب في الدي ال سي لان هي باين عليها صغيره. في حد قدامي شافني، باين عليها ان هي صغيره جدا يعني، بس هي حلوه. ومش عارفه انا فين. عندي لاج. مش عارفه اقتلته ازاي بس مش متضايقه. هي ليه دي بتفكرني براست بالظبط بس بديزاين مختلف بتاعت مودرن وورفير. تحسوها زيها يعني، حتى التيوبز اللي انت ممكن تمشي عليها والحته دي. اوه واو حلو قوي بصراحه صراحه يعني. ده شديد طيب ولا ايه ده؟ المشكلة ان احنا يعني كسبانين واحنا واخدين المكان اللي في النص، يعني مش واخدين بيز مثلا وعاملين مثلا سبون تراب، لا احنا قاعدين في النص وبنكسب، فالموضوع موتر. بقعد الف حوالين نفسي كتير. ياي فيكتوري، اول فيكتوري اخيرا بعد 4 ماتشات. ماشي انا المابتي عجباني لان بتفكرني بال عامله زي المودرن فيرجن اوف راست من مودرن وورفير. جود جوب تيم. يلا كده فاضل لنا ماب اخيرا نجربها، وجود لك ان احنا نحاول نلاقي ماتش يعني ما بين الاربع مابات، بس هوبفلي ان احنا نلاقي اخر ماتش للماب الاخيره عشان نشوف هي هتبقى عامله ازاي. يس خدنا لقينا الماب الاخيره كويس الحمد لله. سكريب اوف وهي في السبيس كنظرة أولى هي شكلها حلو جدا يعني، بس شكلها مفتوحة شوية. خلينا نلعب شوية ونشوف. بتفكرني بحتة متاخدة من الستوري نفسها اللي هي الحتة اللي كان اللي احنا كنا بنقدر نلعب فيها بالجرافيتي. أنا مش عارفة السبون بتاعنا فين ومش عارفة السبون بتاعهم فين، وأنا عندي لاج وبلوة سودا. ريفنج. هو ده واحد حقيقي ده ولا ايه ده؟ ازاي واقف هناك؟ انا عايزه اروح اشوف ازاي هو ازاي واقف هناك. اهي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ اطلعها ازاي؟ واو او ماي جوش انا شايفه ايرث. ايه ده ايه ده؟ وبعدين اعمل ايه بقى؟ صعبة قوي. مش مصدقة ان انا متشقلبة.
اقفل واحد بقى. انا اصلا كنت لسه هقول يعني كانت هتبقى حلوه قوي لو هما قدروا يعملوا حاجات ليها علاقه بالجرافيتي في الحته دي في الماب دي بالذات بما اننا في سبيس يعني. لا 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 يعني صعبه، مش قادره افهم، مش ببقى عارفه انا فين لمده مثلا 5 ثواني. انا شايفه واحده هناك وواحده هنا. يلا خلص علي، بس عايش تيم ورك. بصراحة دي ال سي نمبر 2 احسن بكتير من دي ال سي نمبر 1 يعني. كونتينيوم اميزنج، المابس بتاعته تحفة كلها يعني، في كل رينجز، في الصغير، في الميد رينج، في اللونج رينج، البيج مابس، في افكار جديدة يعني. موضوع ان انت تقدر تتشقلب وتقعد تقتل الناس ده تحفة، وهما ما خلوش مثلا المابس كلها منورة يعني، في مثلا ان سبيس، في واحدة تانية ضلمة، في اتنين. يلا انا عايز افتح البتاع ده. اوكي مش مشكلة، احنا ديفيتد، احنا كسبنا تقريبا ماتش واحد بس في الاربع ماتشات اللي احنا لعبناهم، مش مشكلة. نبليم التيمز طبعا يعني. انطباعاتي الاولى عن الدي ال سي ان هي بصراحه حلوه جدا، حتى لما الناس الوينرز بيبقوا واقفين على البتاع اللي بتتشقلب يعني، هي بصراحه فكره تجنن. والماب دي تقريبا هتبقى ماي فيفورت، وهي احسن ماب لعبتها النهارده. ماشي، هو الدي ال سي برضه في حاجه جديده في الزومبيز، بس دي هتبقى في فيديو تاني. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وقولوا لنا في التعليقات لو انتوا عايزين تشوفوا الزومبيز فيها ايه. يلا باي.